لان ده برضو من ضمن الحاجات اللي كنا عايزين طبعًا. برضو نعرف تقييم حضرتك. شفت اللي حصل امبارح؟ شفت الحكم كان عامل ازاي؟ واضح قوي ان من بدايه المباراه ان هو يعني جاي علينا يعني متوصي، وبرضك من السنغال يعني هو يهمه برضك ان مصر تطلع. على فكره بالظبط بالظبط، وبعدين مع كل يعني لمسه فاول علينا غالبا بيكون مرفق بانذار، كان بيبدر الانذارات وما كانش يعني المعامله ما كانتش بالمثل. حضرتك تابعت التفاصيل بالظبط. وكمان عايز اقول لك يا كريم نهوان، قبليها كمان منتخب تونس اتظلم بشكل كبير جدا من التحكيم مرتين، وجزر القمر وجزر القمر اتظلمت يعني برضه بشكل كبير جدا. يعني عايز اقول فرق كبيره جدا اتظلمت من التحكيم. والحاجات دي بتعدي عادي ولا لازم يكون في مساءلات محاسبات؟ ما هو برضك يا كريم عايزين يعدوا البطوله دي، لان واضح ان البطوله دي ما كملتش من ناحيه التجهيزات. هم ما تورطوش فيها، ده هم كانوا بيقاتلوا عشان ينظموا رغم اللي منطق اللي احنا طبعا يعني انا شايف ان البطوله من ناحيه البنيه الاساسيه او التحتيه قليله قوي. ايوه. من ناحيه التحكيم قليله قوي، من ناحيه المستوى الفني قليله قوي، من ناحيه الملاعب، من ناحيه تنظيم الجماهير، من الكور نفسها كابتن. الكور نفسها زي ما انت بتقول يعني منظومه الكل واضحه قوي ان الكاميرون يعني زي ما بتقول يعني قلبت البطوله، يعني يلا عايزين نخلص بس ايه عشان تتحسب لنا. لكن عايزين نقول يعني مبروك لمنتخب مصر، الاداء اللي احنا شفناه في المباريتين ساحل العاج ومباراه المغرب قبل كده يمكن كانت الاداء غير مطمئن، وتحس ان الشارع المصري قلقان جدا على منتخب مصر. غير مطمئن ده كان مخيف. بالظبط. ايوه صح. وكلنا قلنا ان احنا ممكن ما نكملش وممكن نطلع من الدور الاولاني، لكن عايز اقول لك يا كريم هو ده منتخب مصر. يعني احنا بنبقى قلقانين من الفرق الصغيره طول عمرنا في تاريخنا. بننزل لهم ما بنحترمهمش كويس، وبنبدا نتعامل معاهم نكسب جول واثنين وثلاثه ونقول لهم احنا منتخب مصر بتاريخنا. لكن مع الفرقه الكبيره بيحصل العكس. أيوة. يعني احنا كل ما نروح لفرقه كبيره اطمن وحس ان تحس ان لعبت المنتخب الروح بدات تيجي اللي كنا فاقدينها بقالها زمن بقالها فتره. ودي برضك ليها مبررات ومؤشرات ايجابيه من خلال ان احنا الاستادات التحليليه قعدت تتكلم ان مفيش روح، وان لازم اللعيبه الكبيره تبدا تحط ايديها، وعلى راسهم محمد صلاح اللي هو قائد الفريق بالزبط. اللي احنا بنحييه من خلال برنامجكم الجميل ده. محمد صلاح كان ليه دور كبير جدا الفتره اللي فاتت دي قياديا صحيح. بشكل كبير وفنيا واداريا، وبدات تدخلاته كمان بشكل احترافيه. وعايز اقول لك ان قيمه محمد صلاح بقت باينه في الملعب من ناحيه الشخصيه من ناحيه طبعا. ادائه فصلاح لعب دور كبير جدا الفتره اللي فاتت دي، وهو زمايله بصراحه، هو الشناوي وهو النني وحجازي الكبار اللي موجودين صحيح. الخبرات اللي موجوده في الفرقه لمت الفرقه بشكل كبير. وعايز اقول لك يا كريم نهواند ان احنا في المباريات اللي هي فيها 14 يوم 15 يوم بيجي منتخب مصر، عكس الحاجات اللي هي 3 ايام 4 ايام ما بنحسش بيها. لكن كل البطولات اللي احنا خدناها 2006 2008 2010 كانت فيها الاستمراريه بالظبط، التعبئه النفسيه اللي بتيجي بعد كده يعني.